الانتساب. هذا هو المجتمع ديالنا اللي ولفنا ولكن القراءة. كي اسمي فاطمة زعاف. بالنسبة للتدوينة اللي سكرح في البوق ماشي تدوينة تيسكر في الأذان أبدا، نكورجني هاتي قيح ضد الأذان، إنما نكي قيح ضد ويانا ارتفاع الصوت يقانا زعما مزعج. الطلب زعما المسؤولين حيلا ما كرن مذكرة اللي التنين تي ينسق في لدار البوقة نوريزري كريغ انت دقات من بعد تيوتشي الفقيه ولا الإمام ديما يقرأ كرا الأشعار ولا كرا القراءة القرآنية ولا كرا الحوايج كرا الدعاء، ولكن بسياط الطريقة تقا زعما يا ووالي غير لي يعلى يجهد باهرة يا يجهد باهرة غاد كاسنيح، ولكن يا فوالا ايه صافي، ولكن لبعض المواقع ماشي اتصلت باش اتسقسانت ما يقال المشكل ما تقصات ولا هاتي التدوينات باين ورقيسي لا ابلغ اللي ساكنيح باش تعالج المشكل، وانما السودان في الموجه والسودان فيها المساله اللي يقال الكذوب باش تسلك من يت نقطة ضعف أو نقطة تخويفية أو نقطة ورصنح مانيك يتهم من سكرا ولا ورصنح صفنت في أوسع نطاق في المواصل في المواقع التواصلية إلى درجة أنه تلكم حتى دريت المدرسة ردك الشمن رديت التشكان ردت فانح الواتساب نسن غيان ردت توينية الدارس دي لا مستوى أن تلعى إلى إنو سكرني ديس المشاكل يستيس نقوما مثلا رقرانت حمس لينصا تناديوش كانت ناك شوف اش ما تصلح فهمتي اسميتو اللي مثلا تنايا تشوه تاح قماين نايا تشوه تاح المهم كلمات تشوه تاح ارس نسب السرح ولكن يويتنا العنوان العنوانان اللي كفانا المواقع يتصور ايان القضية الوغ واني رانا يسودو فكرة الموجة يسودو فكرة نيت يقانا يبيدن في دار النص اللي يحتاجان الطلبة ولا الدريت مزنين ولا الأمهات ولا الناس البسطاء. الخلفية السياسية اللي لاحظ حنا كي حماس انتينا الضجايا وهو كيف كرح فماس نية الوقفة احتجاجية سكرحت ضد تسيير هذا الإسلاميين أمام البرلمان غلا كرا قيسن كرا الأتباع نسن يسكر الضجايا اللي رد الصفعة ولا مانيك، ولكن ورفهم حنا ما يقانا المقصود نتجايا داك ما اسميتو كراينا سرداس كراينا ورسح ما الموقف رضا مصح حلو تجاهل حنا كي غايا تجاهل، ولكن مع الصحافه ريا قرانا لبيت الدعوه ديالهم.